بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نحل مع بعض النهاردة الكراسة بتاعة الامتحانات والتدريبات سنة أولى ميرسي، عشان الناس اللي خلصت المنهج تلحق تراجع معانا برضه، وإن شاء الله نكمل بقية الكتاب الثاني اللي هو بتاع الشرح إن شاء الله خلال الأسبوع ده، كل شيء يكون خالص سنة أولى وسنة ثانية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحة 8 بيقول لي: سألوه دانيال: أهلا دانيال، جيفا ولوسيا نذهب إلى مدرسة لوسبور، مدرسة رياضية في نيس. سي لوسي مدغن إنها مدرسة حديثة، إيه بروبرية ونظيفة. ولوسي في المدرسة أنتروف نجد 90 فصل، 10 ملاعب رياضية، 3 حمامات سباحة، 5 صالة ألعاب، ودوزيام إيطاج في الطابق الثاني. لا يوجد مكتبة أو مركز وسائط ومعلومات، عن سيلف سيرفيس في مطعم مدرسي. في المدرسة شكل إيه في كل تلميذ يمارس عن سبور رياضة، أون كلاس في الفصل، أون إيه ست كور، عندنا 7 حصص باغ جور يوميا، ندرس 12 مادة بوغموا بالنسبة لي، جيجون ألعب سلة، ومنقذ إنه ابن عمي جوليان يمارس جودو. زملائي في الفصل يكونوا صبغ راعين سمنة. إلى دانيال بيير 55 شارع الأوبرا باريس 3. يبقى دانيال قاعد في باريس، ده بيير اللي كاتب. أوليسي في المدرسة: لا يوجد صالة ألعاب، دو بسين حمامين سباحة وخمس 3 حمامات سباحة، دو ترين دو سبور ملاعب رياضية، 80 فصل، هي طبعا ملاعب رياضية. دانيال يذهب أولوسي إلى المدرسة في باريس في مصر في نيس. دانيال بيذهب إلى المدرسة في نيس. سلو دانيال: أهلا دانيال. يبقى دانيال بيذهب للمدرسة في باريس. أولوسي في المدرسة: بيير في يمارس، بيير بيمارس، بيقول أنا ألعب سلة. دانسو إيميل: في هذا الإيميل ده بيير يصف أسرته، مدرسته، يومه المدرسي، مدرسته. من بريجيت إلى ليو بتقول له: دان مون إيكول في مدرستي، في أي مدرسة اتديتي تدرس أنت؟ قال لها: أنا أدري، أنا أذهب إلى مدرسة سان لويس في باريس. وأنت؟ قالت له: أنا أدرس في مدرسة ماري كوري، كان في مدينة كان. كيف تكون مدرستك؟ ليو قال: إنها كبيرة. مولوسي في مدرستي: لا يوجد أن جاردان، حديقة، 50 فصل، تواصل تريند سبور، 3 ملاعب رياضية. وأنت؟ لا يوجد مركز وثائق المعلومات وصالة ألعاب في مدرستك؟ قلت له: نعم نعم، أنا أذهب إلى مركز الوثائق المعلومات يوم المرضي الثلاثاء. ليو يستطيع أن يكون عنده سيزان 16 سنة. في مدرسة ليو لا يوجد 30 فصل، هو 50 فصل، سوازون 60 40 50، يباخد 50 فصل. أولوسي في المدرسة بتاعت ليو أنتوف نجد تغواتر اندوزبور، 3 ملاعب رياضية. بريجيت تذهب إلى مركز الوثائق والمعلومات يوم الثلاثاء، أنجو بارسو من يوم واحد في الأسبوع. تيدمون أن تطلب من تونا من زميلك ليبارتي أجزاء المدرسة، أنت هتقول له أين ما تكون مدرستك، ما تكون مشروعاتك في الفصل، ماذا يوجد في مدرستك هذا واحد، وكي البغطية أي أجزاء توجد في المدرسة هذا اثنين. تيدمون أن تطلب من زميلك لبغطية أجزاء المدرسة، هو حيقول لك كتب وكراسات، كتب قصص مصورة وروايات، حجرة ومكتب، فصول وملاعب رياضية، سيلف ومطعم وحوش فسحة، أخذ الاثنين دول. تيدمون أن تطلب من زميلك لزبجي الأشياء اللي فصله، أنت هتقول له ما تكون أشياء في سي دي مركز الوثائق والمعلومات، ماذا يوجد في فصلك هذا واحد، في أي فصل تقول لا، أي أشياء توجد في فصلك هذا اثنين. تيدمون أن تطلب من زميلك لزبجي الأشياء اللي في فصله، هو هيقول سبورة تفاعلية وكراسي هذا واحد، ساعة حائط ومكتب هذا اثنين. تيدمون أن تطلب من زميلك في الفصل، أن تطلب من زميلك فصله، أنت هتقول له في أي فصل تكون أدو واحد، كم من الحصص عندك، أنت تحب فصلك، ما تكون مدرستك، ما يكون فصلك أدو اثنين.
تريد مانا ان تطلب من زميلك لزبجي الاشياء اللي في ساعة غوص معلمته. انت هتقول له اي لون يكون في معلمتك، كيف تكون معلمتك، ماذا انت عندك في المعلمة. هو عايز الاشياء دي واحد، اي اشياء تكون في معلمة هذه اتنين. تريد مانا ان تطلب من زميلك لنمبر عدد التلاميذ بتوع الفصل. هو هيقول يوجد 25 تلميذ دي واحد. سبورة تفاعلية بيضاء، لا انا عندي زميلين في الفصل. هو عدد التلاميذ الفصل يتكون من 20 تلميذ اخدها. تريد مانا ان تطلب من زميلك ثلثي مدرسته. انت هتقول له ما يكون فصلك، ما يكون جدول مواعيدك، الى اي مدرسة تذهب ادي واحد، انت تحب مدرستك، لا ما تكون مدرستك ادي اتنين. انت تصف لوسي دي مركز الوثائق والمعلومات بتاع المدرسة. انت هتقول إلي جرون إنه كبير، قال لي ما تنفعش، إلي انتروجون ذكي للأشخاص، إلي رانجي مرتب تنفع. تريد أن تطلب من زميلك دي تكرير وصف مدرسته. أنت هتقول له كيف يكون فصلك، كيف تكون مدرستك أدي واحد، كم من الحصص عندك، أنت تحب مدرستك اتنين، ما هي أجزاء المدرسة دي اتنين ناخدوها. تو باغل أن تتكلم عن أنشطتك بنظام لا ريكريسيون أثناء الفسحة. أنت هتقول أنا عندي حصة رياضيات، أنا رنتري على أمازون أعود للمنزل، أذهب إلى السيلف سيرفيس، أذهب إلى المطعم، أسرسل مع الزملاء، أسرسل مع الزملاء. زميلك تي دوماند يطلب منك سيكوا أنه ماذا السيلف سيرفيس المطعم. أنت هتقول مطعم مدرسي أدي واحد، كانتين في المدرسة أدي اتنين. تشيرش أنت تبحث عن رواية أو كتاب. أنت هتقول أذهب إلى صالة الألعاب، أذهب إلى السي دي إي مركز الوثائق والمعلومات، أذهب إلى أرض الملعب بتاع كرة القدم، أذهب إلى المطعم، أذهب إلى المكتبة الاتنين، دول اللي فيهم كتب. زميلك تي دوموند يطلب منك سي إيكوا إنه ماذا الأطلس. أنت هتقول كتاب برسومات، كتاب إنه مجمع للخرائط، تجميع خرائط رياضة، كتاب في خرائط الاتنين. تونا مي زميلك تي دوموند يطلب منك لو نمبر عدد الملاعب الرياضية في المدرسة. انت هتقول يوجد 3 ملاعب رياضية دي واحد، انا العب كرة قدم في ارض الملعب، يوجد مطعم وسي دي اي، يوجد ملعبين، اخد عندنا ملعبين. تطلب من زميلك سيكلفي ماذا يفعل سير لوترين على ارض الملعب. هو هيقول انا عندي حصة كيمياء، انا اتغدى مع الاصدقاء، العب كرة قدم ادي واحد، عندي حصة تربية بدنية ادي اتنين. سي صال دوكلاس صناع قاعة الفصل. قاعة الفصل مذكر ولا مؤنث؟ قالك مؤنث، هاخد ان. سينيسون با فيرب اتر لا يتأثر بالنفي، والمكاتب جمع، اخد دي الاخرانية. سون لي بارتي الاجزاء جمع مؤنث، ادور على واحدة بدون جمع مؤنث، قالك كل اللي اخرها هو اس التالتة. دو سي دي مركز وثائق ومعلومات اوليسي في المدرسة. هنا فيه دو بس، يبقى الياء ما ينفعش وراها دو، دي بتيجي في حالة النفي، أدور إن يابا لا يوجد. طب ليه ما خدناش الأخرانية؟ لأن فيرب أتر لا يتأثر بالنفي. ستين فوتو ناقص الصورة بتاعت الأسرة، الصورة مؤنث، آخد لا. الكلاس فصول المدرسة تكون فصول جمع جمع مؤنث، آخد رانجي مرتبة الأولانية. آخرها أوس. آدي جمع مذكر، مفرد مذكر، مفرد مؤنث. بنك المقاعد يوجد في الفصل. كمو كيف كومبياندو، كم من المقاعد توجد في الفصل. ليكون لا جريل دولوسي سور المدرسة، يبقى ديفون أمام سور المدرسة. سينيبا دا فيرب أتر لا يتأثر بالنفي. سكلت هيكل العظم الوحيدة اللي بتنتهي بأو تي تي أو بس مذكر، آخد أ. سي إي تا كلاس يكون فصلك. كومبياندو كم، ماذا، كيف، كيف يكون فصلك. يكون أبسون غائب أون كلاس في الفصل، لماذا، كم من، ماذا، من يكون غائب في الفصل. جيان بغون عندي مكتب، مكتب مفرد مذكر، أخد أ. لزليب التلاميذ ليكودي مع حصة رياضيات. صمت يكون حصة رياضيات، عندهم حصة رياضيات، يذهبون يحبون، يبقوا يحبون حصة الرياضيات.
لذلك التلاميذ حصة رياضيات يبقى يملكون اونت يحبون كانت عايزة وراها لي أو لو على حسب فون إلى اون يملكون يكون حصة رياضيات ما ينفعش إنه معاها نصم نحن نكون أنت عندك حصة رياضيات ماذا من هل أنت عندك حصة رياضيات أخذ أسك قول لي في المدرسة اليا يوجد كانتين مؤنث أخذ إن تقول له سي مدرسة صابيل كومون على طول كومون صابيل على طول جلوب تروستر الكرة الأرضية مذكر أخذ إن لو جيني إيه بقى ده فيرب أتر في النفي ده فيرب أفوار في النفي بيجي وراه يا إما دي أو يا دي أبصرف أخذ دي أبصرف عشان أصدقاء مبدوءة بحرف متحرك فا تلات حروف بس يبقى مع تي فا تي أتذهب إلى صالة الألعاب النوم باهم ليس عندهم ده نافي اخد دي او سينيسون با ده فيرب اتر لا يتأثر بالنافي والاراضي او الملاعب الرياضية جمع اخد دي يوجد كاسك تأتي في بداية السؤال معناها ماذا كمو كيف كم بيعندو كم يوجد ماذا التي تأتي في وسط ونهاية السؤال كوا وبجي الاشياء جمع مذكر اخد كل التالتة فوزافي انت عندك كوميان ما بيجيش ورا غير يا اما دي او يا اما دي ابوستروف يبقى اخد دي او كم من الكتب جوليا اولوسي جوليا بتساوي الضمير ال اخد الريفيل نهايتها او تصل الى المدرسة توماس فصله كم ليو مثل ليو يكون بتكلم عن شخص واحد منهم زي بعض اخد نيل اولانية اتولي سي كوبي اي بابي انها سلة زبالة او سلة مهملات اخد ان عشان هي مؤنث في العطلة اسرتي الاميغ الى البحر الاسرة بتساوي الضمير ال يعني تاخد فا بس لنهايتها اه جي اه انا عندي حصة رياضيات الساعة 8 الساعات بتاخد حرف الجر اه تكون مدرستك انها امام النادي يبقى اين تكون مدرستك الطند منتظرني أمام لا غريل للسور مؤنث أخذ لا جيني إيه بعد فيرب أتر فيرب أفوار في النفي باخد وراه يا إما دي أو يا دي أبوستروف أخد دي أو عشان تغوص مبدوع بحرف متحرك يوم الاثنين جوليا عندها ساعتين رياضيات عندها أو تملك أخد آه هنسيب سؤال التدريب بس ونخش على السؤال بتاع الإيميلات إلى أي مدرسة تذهب؟ هقول له جيفا أنا أذهب أوليسي إلى مدرسة النيل أي اسم كيف تكون مدرستك؟ هقول له إلي جرون إنها كبيرة كم من الفصول يوجد؟ أقول له ليا يوجد 50 كلاس إلى أي فصل أنت تكون؟ هقول له جسوي أنا أكون أون أولى مثلا بي كيف يكون فصلك؟ هقول له إليجرو إنه كبير مؤنث طبعا أي الأشياء توجد في فصلك؟ هقول له إليا يوجد أن تيني دي شيز إي دي تابلو ولوح كراسي ولوح وسبورة تفاعلية صف مدرستك اللي يوجد مدر هقول له مون سي مدرستي صابيل اسمها النيل إلي مودرن إنها حديث إي جرون وكبير اللي يوجد ان سي دي اي مركز وثائق ومعلومات ان سيلف مطعم دو ترين ملاعب رياضية اي ان بيبليوتيك ومكتبة صف فصلك هقول له ما جرون فصلي ما كلاس فصلي اي جروند يكون كبير
إليه بروبرين إنه نظيف. اليا يوجد أن تيني دي شيز دي تابلو ولوح خطة بدي واس برضو مي لكن النيابة عشان هو جايبها لي دي أوردوناتي مفيش كمبيوتر. شير عمي علي صديق العزيز علي جي آسي زان عندي 16 سنة ايه دي 100.5 جي بي ولوسيان أذهب إلى مدرسة سان ما سان مارتان في باريس جي كومانس لكو أنا أبدأ الحصص الساعة 8 جي آسي سكور عندي 6 حصص باغ جور يوميا أنكور الحصة تستغرق 60 دقيقة الساعة 2:30 أون تغمني ننهي لا جورني سكولير اليوم المدرسي ولوسي في المدرسة جي بريفير أنا أفضل الجغرافيا والتاريخ وعلوم الحياة والأرض نقطة الرياضيات سيني إيه باسمة إنها ليست لطيفة ببي بكره الرياضيات جيان عندي تربية بدنية يوم الاثنين والأربعاء أنا عاشق الذهاب إلى صالة الألعاب لا موزيك الموسيقى إنها هواياتي الساعة 12 أنا أتغدى في المطعم دتي لا جورني سكولير اليوم المدرسي بينتهي هو الساعة 14 يعني الساعة 2:30 أفون أبغي مدي بعد الظهر تيو عنده حصة تربية بدنية يوم الاثنين والأربعاء يبقى دو جو برسومين يومين في الأسبوع أنكور حصة تستغرق 60 دقيقة إن إيه ساعة أمدي في الظهيرة تيو يذهب أو سيلف سيرفيس إلى المطعم من بيير إلى جون بيقول له سالو جون أهلا يا جون لزيتيد الدراسة في المدرسة كيف حالها؟ قال له جيفا لوسيان أذهب المدرسة طول جو كل الأيام ما عدا السبت والحد نو لا سيني إيه بابيان هي ليست كويسة أنا أدرس 10 مواد دولسية في المدرسة تاريخ وجغرافيا ورياضيات وإنجليزي وفرنساوي وعلوم الحياة والأرض سيئت غب إنه كثير أي مادة أنت أي مواد أنت تحب أو تكره؟ قال له أنا أحب الرياضيات والكيمياء والإنجليزي أنا أحب الفيزياء وأنت قال له أنا أحب الفن الرسم والموسيقى والفيزياء إنها وحشة يبقى الاتنين ما بيحبوش الفيزياء في المدرسة جون يحب وجون قال الرياضيات والكيمياء والإنجليزي هذا الرياضيات بيكون لا يكون قوي في الفيزياء جون هو لسه في المدرسة جون يدرس 10 مواد بقول لك جون لا يذهب إلى المدرسة يومين بارسومين دو جو بارسومين يومين في الأسبوع تي دومان تطلب من زميلك لائير ساعة الحصة انت هتقول له في أي ساعة تكون الحصة ادي واحد كم من الحصص الحصة انها متى اخذ اثنين تي دومان تطلب من زميلك لجور اليوم اللي نكون فيه انت هتقول له كل جور اي يوم عندك رياضيات اي يوم تفضل ان كل جور نحن نكون في اي يوم ادي واحد كل جور نصوم في اي يوم نكون ادي اثنين تي دومون ان تطلب من زميلك لايه الساعة هو هيقول انا اكون في الميعاد اليه ان طرد متأخر سي ايه من وين انها منتصف الليل ادي واحد اليه نفير انها الساعة 9 تي دومون ان تطلب من زميلك لايه الساعة انت هتقول له كلير اليه ما الساعة ادي واحد كم من الحصص انت عندك كيمياء في الظهيرة الساعة من فضلك ادي اثنين تي دومان ان تطلب من زميلك ساماتيير مادته المفضلة هو هيقول السلة الكيمياء ادي واحد افضل الفيزياء ادي اثنين طيب هنا برضو جيب ريفير لا موزيك افضل الموسيقى ممكن تكون مادة هواية تي دومان ان تطلب من زميلك سيجو ميول المدرسية انت هتقول له ماذا تكره في المدرسة كم من الحصص عندك اي لغه تتكلم اي رياضه تمارس اي ماده تفضل يبقى الميول سواء الكره سواء الحب اخذ الاولى والاخير تي دومون تطلب من تونا مين من زميلك ساماتيير مادته المفضله هو هيقول سي ايه لاشيمين نهى الكيمياء انا افضل الرياضيات
هو عايز المادة تنفع رياضيات، هنا الجودو وأنا عندي حصة علوم حرائق الأرض وفضل السلة. تضمن أن تطلب من زميلك أين هو يتغدى في المدرسة، هو هيقول في مركز الوثائق والمعلومات أو سيلف في المطعم في حجرتي في الكانتين المدرسي أخد دي 2. تبقى تتكلم عن جدول مواعيدك في المدرسة، أنت هتقول أنا عاشق البيولوجي الأحياء، أنا عندي 9 ساعات أنا أدرس، أو أنا عندي رياضة 9 الساعة 9 تنفع، أنا أمارس السباحة، أنا عندي 6 حصص باجوي أو جودوي اليوم تنفع. أنت لا تحب حصة الرياضيات، أنت هتقول إنها رائعة صعبة وحشة، يبقى صعبة ووحشة. أن تطلب من زميلك لاموزيك الموسيقى اللي هو بيفضلها، أنت هتقول له أنت تحب الراب ولا الجاز، أدي 1، أي رياضة، أي أغنية، أي مادة، أنت تحب أي موسيقى، أدي 2. تنمي زميلك تي دوماند يطلب منك لو نمبر عدد الحصص، أنت هتقول أنا عندي 6 حصص، أدي 1، يوجد 7 حصص باغجور يوميا، أدي 2. طيب تي باغلان تتكلم عن تاجو نير يومك المدرسي، أنت هتقول أنا أحب الذهاب إلى النادي، أنا عندي 8 ساعات رياضة الساعة 8، تكلم عن يومك المدرسي تنفع، أنا عندي 6 حصص باجور يوميا، أتغدى في المطعم، أتواصل أو إيه شاتي دان ما شامبر أتواصل في حجرتي، يبقى أنا عندي رياضة الساعة 8. تبقى طيب تتكلم عن ميولك الرياضية، أنت هتقول أنا أكره الإنجليزي، أنا عايز الرياضية، أمارس كرة القدم أدي 1، أنا عندي تربية بدنية الساعة 10، أنا عاشق الرياضيات، أنا ألعب جيدا سلة أخت. تنمي زميلك تي دوماند يطلب منك الساعة بتاعت الحصة، أنت هتقول له أنا أحب رياضيات وعايز الساعة، الحصة تستغرق ساعة، إنها الساعة التاسعة دي 1، أنا عندي حصة في الظهيرة أدي 2. لا جورنيه سكولير اليوم المدرسي كومونس يبدأ الساعة 8، الساعات بتاخد حرف الجر آ. آ كلير الساعة مؤنث آخد كل الأولاني. Je préfère les cours d'éducation. أنا أحب حصة التربية إدكسيون سبورتيف الرياضية عشان مؤنث. بقول لك تي أنت عندك كم من الحصص لومارديه الثلاثاء؟ كومبيان بس الحصص جمع مذكر كوا كومبيان دو أخدت كم من الحصص؟ بيجي وراها اسم جمع. التلاميذ حصة رياضيات عندهم حصة رياضيات. التلاميذ على كور في الفناء بتاع المدرسة، التلاميذ يكونوا في الفناء بتاع المدرسة، أخد فيرب أتر يكون. جيفا أو كلوب أنا أذهب إلى النادي لو متان في الصباح، الأوقات بتاخد لو. ليكور حصص كومونس الحصص بتساوي الضمير إلا بتاعت الجامعة تاخد نهاية أو النتي الأخرانية. جيفا أو كلوب أنا أذهب إلى النادي لو فندغدي يوم الجمعة، الجمعة كل الأيام مذكر يبقى أخد جمع مذكر التالتة اللي هي تولو فوندودي. لا فيت كومونس الحفلة تبدأ في منتصف الليل أخد آ. آ ميدي اكتب جنبها آ برضو بتيجي مع كلمة ميدي وكلمة منوي في الظهيرة ومنتصف الليل بياخدوا آ. جوغ يوم مفرد مذكر أخد كل التالتة. أنت تفضل ماذا في المدرسة؟ عايز ماذا التي تأتي في وسط ونهاية السؤال؟ قال لك كلمة كوا. لزليب التلاميذ ليس عندهم حصة فيزياء. هنا أجيب لك أداة معرفة. يبقى التلاميذ بيساوي الضمير ال باخد إيمي التانية. تينيمبا أنت لا تحب الجغرافيا، كل المواد الدراسية مؤنث ما عدا اللغات والرسم آخد لا. كم من الحصص عندك لو ماغدي الثلاثاء اخد كومبيان دو. لا ريكريسيون الفسحة تكون في الظهيرة، لسه كاتبها لك ميدي ومين وي الاتنين بياخدوا اه الظهيرة منتصف الليل. ليكو حصة الرياضيات تكون ممتعة، حصة واحدة تكون مش عارفك انها حصة واحدة انت غسي وهنا لو في البداية. تون بالوايد تون بجدول مواعيدك انه كوا ماذا الأخير. لماتيماتيك الرياضيات تكون الرياضيات جمع مؤنث آخد انتغسي التانية.
كلير ريتيل مساعة، تعبير على بعضه عايزك تحفظه، كلير لي ما كلير ريتيل أو كلير لي مساعة، بتيجي مع ال بتاعت المفرد المذكر. علي اموا، انا وعلي بتساوي الضمير نو، اي حاجة فيها اموا بتساوي الضمير نو. ادور قال لك امون اللي هي نهايتها اونس. ماتير مواد جمع مؤنث، اخد كلمة التالتة. سيني با ده فيرب اتر لا يتأثر بالنفي، وجدول مواعيد مذكر اخد ان الاولاني. كومبيان بيجي وراها، يا اما دي او يا دي ابوستروف اخد دي او. كمان ستبدأ لكو حصة، قال له الساعة 8، يبقى تاخد في أي ساعة تبدأ الحصة الأخرانية. أدي لماذا كيف مع من. التلاميذ أول سيلف إلى المطعم في الظهيرة، التلاميذ جمع بيساوي الضمير ال، يبقى أخد فون أخرانية. تصريف فيرب اللي إلينير، الناس ساعة ساعة ودمي نصف تؤنس طالما جت بعد الساعة. لا ريكريسيون الفصحى مفرد مؤنث، اخد لا الاخراني. جي ام بيان، انا احب جدا الاحياء مؤنث، اخد لا الاخراني. ليا عندها اقلام روج، كم من الاقلام الحمراء، اخد كومبيان دو، عشان دي جمع مذكر ودي جمع مؤنث ما تاخدهاش. افير الاشياء جمع مؤنث، اخد كل الاخراني. نظلو سيرك، نذهب إلى السيرك لو جودي يوم الخميس، كل أيام الأسبوع مذكر بتاخد لو. أون كلاس الفصل، إن يابا لا يوجد نافي، في حالة النفي بحط يا إما دي أو يا دي أبوستروف، وكلمة أورولوج مبدوع بحرف أش يعتبر بحرف متحرك، أخد دو أبوستروف. إنسايكلوبيد الموسوعات جمع مؤنث، أخد كل التاني. ليكو الحصة تبدأ، الحصة مفرد مذكر، أخد برومير الأولانية مفرد مذكر، وده مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث، يبقى الحصة الأولى تبدأ كومونس حتى نهايتها أو هنا لو في البداية. هنسيب سؤال الترتيب وناخد سؤال الإيميلات. آكل إيه في أي ساعة تذهب المدرسة؟ هقول له جيفا أنا أذهب أوليسي إلى المدرسة آسيتير الساعة 7. كلمتين أي مادة تفضل أنت؟ هقول له جيب وفير، أنا أفضل لا رب العربي. ماذا تفعل في صالة الألعاب؟ أقول له جوجو أنا ألعب أو باسكت. بيقول له كومبيان دي كو، كم من الحصص انت عندك باجور يوميا؟ هقول له جي ان عندي سيسكو 6 حصص باجور يوميا. اكل ايه في اي ساعه انت عندك فسحه؟ هقول له جي ان عندي ريكري فسحه امدي في الظهيره. لماذا تذهب الى المطعم؟ هقول له جي فا او سيلف الى المطعم بور لكي مانجي اكل. تكلم عن جدول مواعيدك يوم الثلاثاء، هقول له لو مارديه الثلاثاء جيان عندي سيسكو 6 حصص. كمان تبدا، اقول له ما جوغني يومي، كمان يبدا وتير الساعة 8. جيان عندي دوكو حصتين دو فرنسي فرنساو. جيفا أنا أذهب أوسلف إلى المطعم مدي في الظهيرة. ما جوغني يومي سيترمني ينتهي. أربعتاشر وحطاش. تكلم عن ميولك المدرسية والرياضية، هقول له جيم أنا أحب لو فرنسي الفرنساوي الانجلي والانجليزي، مي لكن جينيم بعد تو أنا لو أحب مثلا لا شيمي الكيمياء. ايه كومزبو و كوم
كرياضة كاسبور كرياضة جي ام انا احب لو تنس. هنكتفي معاكم بهذا القدر النهارده، فيديو بسيط بدأنا بيه كتاب المراجعة بتاع سنة أولى عشان نحل من كل الكتب إن شاء الله، مش هضيع وقت، هنزل لكم فيديوهات دورية من كتاب الشرح لحد ما أخلصه ومن كتاب المراجعة إن شاء الله لحد ما يخلص على خير. أتمنى وربنا تكون استفدت، أشوفكم بخير رب في الفيديوهات اللي جاية إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.